عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم عمرو عبد العزيز من قناه عملاق الالعاب. النهارده نختم الحلقه الاولى من لعبه ريزنت ايفل 6 بكريس. نبدا الحلقه ونشوف ايه اللي هيحصل. وبسم الله، احنا ختمنا بلاين دلوقتي بكريس. لسه اول ايه لا محترف، انا غلبان عندي مغصوي. ما انت عارف تحطش ايدك على صابع رجلك. لا انا اسمح ونص كمان. اللي عاوز يا جدعان الحلقات تبقى بث مباشر، زي هي مش بث مباشر، هي زي البث المباشر، يقول لي في الكومنتات زي ما انا بعملها كده مثلا كل الساعة 9. الحلقة الثالثة هي اللي مش تبقى بث مباشر عشان حصل يعني ايه ظروف كده يعني. كل ده سجاير تحرق في قلبك كده يا حبيبي. ما تديله الازازه كلها وريح او بطيها في دماغه. اشرب لعنات. يلا نلم خلقاتك بقى ويلا عشان نلعب. كله مستنيك يا حبيبي. يلا يا كابتن عشان كله مستنيك على أحر من الجمر. انا عارفه بنص السنه وعارفه بورقتين ازاي دي.
responsibility. That's the only way I'll ever remember. The only way I'll get my life back. HQ to Alpha Team. No change to your mission. Suppress the bioterror outbreak while proceeding to point A. Alpha Team دي مش راحت في الكازوزة؟ انزل لألفا تيم. ما فيش اشكوز مي خالص. يا نهار ابيض. سيبني يلا. هديته البيت. إذا كان عجبكم يا حول ولا قوة. خد يا حبيبي في دماغك عشان بالك كتير ما خدتش في دماغك. دبل العين جري. خد خد الله. خلاص مش هيبقى من التيم ده غير انتوا الاتنين. في ناس هتروح في الكازوزة، في ناس هتروح في البالوزة. يا ابن الفشكوكة. صوتهم سلح.
عيب عيب. أبون أبو العين جريئة. ده كتف قانوني. مع السلامة يا حبيبي، اضرب باف مع نفسك. سوبليكس على تحت مطري. يلا يلا على تحت نهرج. Get him! Roger!
انا هريك. يا نهار جلي كابتن محتاس. I guess the muscle memory saved me there. Hey Pierce, I'm taking a little fire here. I saved your ass. You want to return the favor? قربت اوصل. استنى استنى ما اوصل يا حبيبي. أماني أماني. Spades
Roger that. We'll do what we can until you get here. يلا سفرتك على الاخر. Here, ابن مهير. ابن مهير. برم بررم. HQ to Alpha. We have your mission brief. Rescue the hostages on the first and seventh floors, then get out of the building. As soon as all teams are clear, we will commence bombing. اطلب ومطلب اضربني. سبلكس ده من عمك.
ها انا نفحنا بعض ولا نهار ابيض. والله ما هنا. الحالة دي مش هتخلص تخلص ولا ايه؟ What the hell do we do now? I don't know.
HQ to Alpha. You can get out on the third floor. There's a balcony on the west side of the building. Get moving. Gardner, huh? And don't guard the Zayina. إن شاء الله. هو عم نشمر لكم يا أولاد ال والله انا هري زي مسكني يلا موتنا تاني نار ابيض ينهر جلجال. انا عاوز الراجل اللي بيضرب صواريخ ابن ال خفش على الكابتن زي القرد يا وبكده نبقى خلصنا الحلقة الأولى من كريس، وانتظرونا إن شاء الله في الحلقة الثانية من كريس. تنسوا اللايك وكومنت تقولوا رأيكم في الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.